السلام عليكم ورحمة الله. الزف اللون مرحبا بكم. اليوم الثلاثاء 112 من حراك الطلبة زادوا خرجوا بأعداد هائلة يذكروا العصابة بأنه الشعب الجزائري اللي كل جمعة يخرج يطالب برحيل العصابة نخبط الغد كونا طلبة جامعيين يخرجوا كل ثلاثة ويذكروا العصابة برفض سياستها ورفض وجودها على رأس الدولة الجزائرية. نطرح سؤال، واش خلى هاد الناس تتشبث بالكرسي؟ واش خلى هاد العصابة ترفض تسمع للشارع؟ راهي ملايين تخرج، راهي في كل المدن، رغم القمع، رغم التهديدات، رغم كذا، ولكن الشعب كبير. إذا هذاك النذل تاع زيتوني الأمين العام تاع الأراندي شو ما يحشمش، ما يحشمش، ما يقول لك يمثلوا 0.3%، يا بغالود، إيش قادر تجيب أنت؟ تجيب انت روح انت اش تقدر تلم 0.2% تخرجوا هاي الشرعي يظهروا يهتفوا برصالح العصابة يروح خرج انت 0.1. تخيل نذل يا اخي، هذا حبيبي راح يكون مصيره مصيره يحيى الحلوف. والله العظيم يا شوف هذا ما يحشمش تابع الحزب تاع نزاد بشلاغمو في 4 أشهر بعد ما تأسد الشنعيات الأغلبية في البرلمان ويجي هذا يحل فمو أغلق 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 حزب تاع فروض تاع رشوة تاع تاع سرقة تاع سبحان الله. نعود نوليو لموضوعنا، انه الطلبة هادو اللي يخرجوا باش يذكروا العصابة برفض نخبة الغد لهذه العصابة راهم يمثلوا مستقبل الجزائر، مستقبل مهدد من طرف العصابة بسياسة يقود فيها أميين، يقود فيها جهلاء، يقود فيها خاصة خونة لدم الشهداء، يقود فيها أعداء الشعب الجزائري، أعداء الجزائر. إن واحد اللي عنده جرام وطنية قال يا أخويا مانيش قادر عليها يبقى على خير بسلامة، لا الدعوة مهلوكة. كيفاش انت يا هذا تبون عام و4 شهور وهو رئيس جمهورية ما عندوش إنجاز واحد، ما قدرش يدشن مارشي حانوت، ما قدرش يوضع الحجر الأساس طبعا أي حاجة سيبانا البولاي يا دير بولاي يا مش كاين ما نبش بلي راهي الدعوة حبسة عطلة الجزائر راهي أمبان هادو كامل على باش الجزائر ما قاعد غير يكذبوا ويخرطوا. هيا بركاو لنا شويه بركاو احشموا على روحكم. طلبة هادو راهم يخرجوا يقولوا لكم باركانا منكم، خلاص ما يحبوكمش روحوا عفونا كيما الشعب كان يقولها لكم. تمناو بلي حراك يزيد يصعد في الوتيرة، انه نخبة اليوم اطارات اليوم اللي راهم في الحراك يبانوا باش يسلموا المشعل لهذه الطلبة اللي راهم يخرجوا كل ثلاثاء، لان ما تقوى مستقبل الجزائر يلزم على الاقل يسيبوا حاجة ويسيبوا شكون يكاتفهم ويسيبوا شكون يرافقهم. هذا نقولوا لابد من مرافقة الحراك
من طرف النخبة اللي هي رافضة لهذه العصابة واللي هي دافعة ثمن رفضها. على كل حال ربي يوفقنا، ربي يوفق بلادنا، وإن شاء الله الغمة هذه تزول وربي يقدر الخير لبلادنا. السلام عليكم.